فضيلة الشيخ أحمد يوسف الداعية المعروف من بني سويف جاء وهو عهدنا به دائما أنه لا يتركه مناسبة يدعو إليها أخ إلا وتجشم المجيء إليها والإجابة لدعوة إخوانه فجزاه الله خيرا. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام، نحن الآن في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام الفاصلة في تاريخ الوطن وفي تاريخ الإسلام والمسلمين. هذه الأيام أيها الإخوة الكرام هي مرحلة بين مرحلتين، مرحلة سابقة من الظلم والطغيان، لا نريد أن نجتر تاريخها وسيرتها طويلا، فقد زالت هذه المرحلة بألامها وما كان فيها من آلام فرقة وتعذيب وظلم وطغيان. انتهت هذه المرحلة أيها الإخوة الكرام، وبقت مرحلة أخرى هي أعظم خطرا من المرحلة السابقة. المرحلة القادمة هي أعظم خطرا من المرحلة السابقة، وهي أعظم مسؤولية من المرحلة السابقة. المرحلة السابقة كان دورنا فيها الصبر على الأذى، أما المرحلة القادمة أيها الإخوة الكرام فهي مرحلة في منتهى الخطورة، مرحلة في منتهى الخطورة. مفترق طرق، إما أن نتجه إلى طريق أو إلى آخر. وأنتم أيها الإخوة الأحباب الكرام أصحاب التيار الإسلامي، وليس معنى ذلك إقصاء أي تيار آخر، ولكن لسنا مفوضين بأن نتحدث عن غيرنا. أنتم أيها الإخوة الكرام أصحاب التيار الإسلامي، أنتم الآن مغبوطون بل محسودون، بل أنتم الآن نصب عليكم الحقد من كل مكان. الجميع الآن ينظرون إليكم على أنكم أنتم الذين ستأكلون الكعكة القادمة كاملة. هم ينظرون ذلك، وما حسبوا وما علموا أبدا باعتقادنا، وما علموا أبدا طبيعتنا، وما علموا أبدا أننا أمة ما خلقنا لأنفسنا، إنما خلقنا لغيرنا. نحن خدم لغيرنا، نحن خدم لغيرنا. الله عز وجل قد قال ذلك، قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن قد أخرجنا لغيرنا وخرجنا لغيرنا وتحركنا لغيرنا، ما تحركنا لأنفسنا أبدا. وإذا كنا ننشئ حزبا أو ننشئ عملا أهليا أو نسعى إلى مسجد نقول فيه كلمة أو نعد فيه موعظة، ليس ذلك أيها الإخوة الكرام لنا أبدا أو لأنفسنا، إنما نحن رضينا بأن نكون أنفع الناس للناس، ورضينا بأن نبذل حياتنا من أجل الناس، من أجل أن نخرج الناس من أمر إلى أمر، من أجل أن نخرج الناس من أمر إلى أمر، ونوضح الأمرين أمام الناس ليعلم الجميع في أي الطريقين النور وفي أي الطريقين الظلمة والظلام. أيها الإخوة الكرام، المرحلة القادمة أنتم أهلها، الجميع يغبطونكم، الجميع يقولون الآن إن الكعكة القادمة سيظفر بها الإسلاميون، الجميع يقولون الآن إن الأيام القادمة هي أيام الإسلام والمسلمين، وهم يحقدون عليكم ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والإسلام أيها الإخوة الكرام ليس حكرا علينا، نحن لم نحتكر الإسلام، الإسلام مبذول للجميع. كانوا يحقدون على الإسلام والإسلاميين ويغبطونهم على ما ينتظره، فليأتوا الإسلام مرحبا بهم إخوة لنا، بل ربما يكونوا أفضل منا. نحن أيها الإخوة الكرام لم نحتكر الإسلام ولم نحتكر الإسلام، والإسلام ليس حكرا على أحد. الإسلام أيها الإخوة الكرام دعوة لجميع البشر، بل إنها دعوة عجيبة تشمل الإنس والجن، دعوة عجيبة تشمل الإنس والجن. فالأيام القادمة ليست لكم بأشخاصكم وليست لكم بذواتكم، وإنما لكم بفكركم
لكم بعقيدتكم، لكم باستراتيجياتكم، لكم فأنتم تحملون الإسلام. والإسلام أخرج أمة للأمم، وأخرج أناس للآخرين.